نشوف اللي بعده. ندخل في الموضوع المهم جدا. بجد يعني لما المسلسل يتكرر، يعني مثلا ايه ساعات الواحد انا عمري ما شفتها بامانه عشان ما اكذبش، يعني لما مسلسل يقولوا التركي عنده 900 حلقه مثلا، فالواحد ايه ده معقوله 900 حلقه في مسلسل يقعد 900 حلقه؟ في 1400 سنه، 1400 سنة نفس المسلسل شغال، نفس المسلسل شغال. طيب قبل ما أبدأ في الجزء ده عايز أسأل كل مسلم شريف محترم محترم، ودول قلة قليلة جدا في مصرنا الحبيب، وتحدي ليكم يا مسلمين انكم تجاوبوا على الاسئلة دي بأيوة حصل. شفتوا بقول لكم ايه؟ تحدي ان اي مسلم يطلع يقول لي، وهنتظر التعليقات في النص ساعة الأخيرة، يطلع يقول لي ايوة حصل. تحدي. طبعا لسه قايله لكم واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون بها عدو الله. عمرك شفت المسيحيين الوحشين طلعوا إشاعة ببناء جامع؟ ياه شبرا، في جامع هيتبني في شارع شبرا. نادية يوسف المسيحية الوحشة دي طلعت إشاعة قالت إن في جامع هيتبني، عمرها حصل؟ حد طلع مننا إشاعة، إشاعة أنا بدوس على كلمة إشاعة، إن في جامع هيتبني؟ ما حصلش. خلاص الحقوا يا مسيحيين، الحقوا الحقوا يا عباط، في جامع هيتبني اهو، يلا بينا نهده. عمرها حصل؟ يلا نحرقه. حصلت؟ يلا نحرق بيوت المسلمين اللي حواليه اللي هم تجرأوا وهيبنوا جامع وإشاعة. ها حصلت؟ عمرها ما حصلت ولا هتحصل. عارفين ليه برضه؟ عشان انتوا هش واحنا قوة، ديننا قوي ودينكوا هش، تخافوا وتترعبوا ان في كنيسة هتتبني، تموتوا هتموتوا. طيب عمر تم الاعتداء على بيتكم من اي مسيحي نتيجة انه مسلم؟ يعني عمركم شفتوا واحد مسيحي راح اعتدى عليكم في اي مكان في الجمهورية واعتدى وحرق بيت لان ده بيت واحد اسمه محمد؟ ما حصلش. انا بقول لكم تحدي، تحدي لان اسمه محمد؟ ما حصلش، ما حصلش. عمرك قبل العيد كنت بتقول بينك وبين نفسك وبين اسرتك قبل عيدك، عيد الفطر، عيد الاضحى، اي عيد، يا ترى انهي جامع اللي هيتم حرقه النهار الاسبوع ده قبل العيد؟ يا ترى جامع ايه؟ جامع ابو بكر ولا جامع خالد ولا جامع عمر بن الخطاب ولا جامع مين؟ انهي جامع يا ترى اللي المسيحيين الوحشين دول هيحرقوه قبل العيد؟ عمرك عملت كده؟ سالت اهلك وقلت كده؟ ما حصلش، ما حصلش ومش هيحصل. عمرك قلت العيديه وصلت؟ زي ما انا بقولها لكم في كل عيد، العيديه وصلت منكم يا مسيحيين يا وحشين، يا نصارى انتوا بتقولوها يا نصارى عشان انتوا جهله. عمركم قلتوا حد منكم قال العيديه وصلت يا نصارى؟ متشكرين خالص، احنا مسامحينكم بعد الشر طبعا ان انتوا تقولوا كده، بس عمرك قلت ان العيديه وصلت؟ احنا كم مره قلنا العيديه وصلت؟ تحدي وهفضل اتحدى. اوكي هل عمرك عشت لحظة انفجار جامع في مصرنا الحبيبة بيد مسيح النصراني، نصراني بيد نصراني كافر، في جامع تم تفجيره
او حرق او بيوت مسلمين بيد كافر نصراني بعد الشر، بعد الشر. طيب ده الاسئله اللي تحدي مني ليكم، واتمنى ان انتوا اسمع حد منكم يقول لي ايوه ايوه حصل. طيب نرجع لبيوت الاقباط او حرق بيوت الاقباط. حرق منازل، حرق منازل الاقباط ومنعهم، دوسوا على الكلمات لان انا هقف عند كلمات مهمه جدا جدا. حرق منازل الاقباط ومنعهم من الخروج بقريه الفواخر بالمنيا، والانبا مكاريوس يتحدث عن الكارثه. الكلام ده اول امبارح. شوف اللي بعدها. حرق منازل الاقباط ومنعهم من الخروج بقريه الفواخر بالمنيا، والانبا مكاريوس يتحدث عن الكارثه. طب نشوف اللي انا حاطه عليه بالازرق والاحمر ده بيقول ايه. وقعت اعتداءات طائفيه، لا هي مش طائفيه يا صاحب المقاله، اعتداءات ارهابيه على اقباط قريه الفواخر بالمنيا، وحرق منازل بسبب شائعه، بسبب شائعه بناء كنيسه، واستغاثات للمسؤولين بالتدخل. بسبب ايه؟ شائعه، شائعه يا اصحاب الدين الهش، بناء كنيسه. طب حتى لو هنبني كنيسه انت خايف من ايه؟ حتى لو، حتى لو هي مش اشاعه انت خايف ليه؟ مرعوب من بناء كنيسه ليه؟ الكنيسه هتموتك ليه؟ الصليب اللي عليها هيحرقك ليه؟ هتتحرق لما تشوف صليب، هتتحرق. ان الصليب عندنا نحن المخلصين، لكن عندكم انتوا. المهم علق الانبا مكاريوس وقال ايه؟ اتابع بقلق بالغ هجوم المتطرفين. يا سيدنا يا سيدنا انا بحبك جدا يا سياده، يا نيافه الانبا مكاريوس، انا عارفه ان انت من محبتك، من محبتك قلت عليهم المتطرفين. انا شخصيا بقول عليهم الارهابيين. الان على منازل الاقباط في قريه الفواخر بمركز المنيا، واحتراق عدد كبير، يعني مش بيت ولا بيتين، عدد كبير من المنازل، ومنع، دي المهمه عندي قوي قوي قوي، ومنع سكانها من الخروج. يعني واحد بيته بيتحرق وفي شيطان واقف امام البيت بيمنع اهل البيت من انهم يخرجوا من البيوت. عشان ايه؟ عشان الشيطان يتفرج عليهم وهم بيتحرقوا احياء داخل البيت. يعني انت يا شيطان واقف بتتفرج وهتبقى فرحان قوي ان في شخص حي هيحرق داخل البيت، بدليل ان هو لما بيحاول حتى يعني يهرب من وش الشيطان، الشيطان بيقول له لا رايح فين، اوعى تخرج، انا عايزك تتحرق حي. ومنع سكانها من الخروج. نيافه الانبا مكاريوس بيقول ايه؟ ركزوا في الكم، شايفين السطور قد ايه الحمراء؟ وقد ابلغنا المسؤولين بالاعتداء المتوقع، الاعتداء المتوقع، ووعدونا باتخاذ اللازم. اذا نيافه الانبا مكاريوس بيقول ان هو بلغ المسؤولين ان في اعتداء هيحصل. يعني وصل لنيافه الانبا مكاريوس خبر ان في اعتداء هيحصل على اهل القريه، وهو بلغ المسؤولين والمسؤولين وعدوه باتخاذ اللازم. فين اتخاذ اللازم يا مسؤولين؟ يعني هو حذركم وقال لكم خدوا بالكم في حاجه هتحصل، وانتوا قلتوا له ما تخافش احنا هناخد بالنا وهناخد بالنا وهنتخذ اللازم. اتخذتوا اللازم؟ منعتوا الحرايق انها تتم؟
منعت اعتداء الإرهابيين على أقباط القرية، منعت أن يتم حرق. طبعا نشكر ربنا مفيش خبر حتى الآن بيقول أن في إنسان اتحرق جوه البيوت، حتى الآن مفيش حاجة اتقالت. لكن البيوت ومنع الناس أنها تخرج، ده معناها أن أنت يا إرهابي عايز الأحياء يتحرقوا داخل بيوتهم. طب أخبار المسؤولين الحلوين اللي وعودهم في الهوى، اللي قالوا لنيافة الأنبا مكاريوس ما تقلقش احنا واخدين بالنا وهنتخذ اللازم، أخبار وعودكم ايه؟ مين المتحمل مسؤولية حرق منازل الأقباط؟ انتم اللي عندكم فكرة ان ده هيتم وما عملتوش حاجة؟ ولا انتم اللي سمحتوا لهم انهم يحرقوا بدليل انه تم الحرق؟ كنتوا فين ساعة ما هم كانوا بيحرقوا البيوت وانتوا عارفين مسبقا ان جاي لكم خبر ان هيتم الاعتداء على البيوت؟ عملتوا حاجة؟ مش كان المفروض لو عندكم دم وحتة أمنية ان انتوا تحصروا القرية وتبينوا لهم العين الحمراء، اوعى حد يعمل حاجه والا هيحصل له ويحصل له. يعني هم لو كانوا شافوكوا جوه القريه او محاصرين القريه كانوا حرقوا البيوت؟ كانوا عرفوا يحرقوها؟ لا لا لا، ما كانش هيحصل. طب اذا هم ما لقيكوش، ده معناه ان انتوا فتحتوا لهم الابواب، ان انتوا اعطيتوهم الضوء الاخضر انهم يعملوا وبعدين نيجي نقبض عليهم؟ مين المسؤول؟ احمل المسؤوليه لمين؟ المحرض والفعله، يعني في محرض وفي فاعل، والامن، الثلاثه. يعني انتوا لو قبضتوا على الفعله يبقى اكيد المحرض لسه محدش تم القبض عليه، وغالبا في كل المواقف بيطلع شيخ، وبالتالي ما بتقدروش تقبضوا على الشيوخ، والا هيحصل زي الحاج مصطفى مدبولي اللي خايف من الشيوخ، ان هو خايف يقول عيد الفصح الفصح. بس انتوا خفتوا اكيد، انتوا قبضتوا على الفعله، شويه العيال، الحشرات، التعابين اللي كانت مستخبيه جوه الجحور، لما خرجت من الجحور انتوا قبضتوا عليها. بس ده اللي انتوا عملتوه. وبعديها ايه اللي هيحصل؟ نفس المسلسل المقرف بتاع قبل كده. تجيبوا اهالي البيوت او اصحاب البيوت اللي اتحرقت، معلش هنعوضكم. طب كان بيت وخصوصا في المنيستان تم حرق قرى قبل كده، كام قرية؟ أوكي، كام محل تم حرق بيوت ومحلات؟ هل تم تعويض أصحاب البيوت والمحلات بالقدر الكافي للخسائر اللي خسروها؟ أنا وريتكم قبل كده إنهم ما كانوش لاقيين الهدوم يلبسوها. ليه؟ لأن بيوتهم اتحرقت بكل اللي فيها، وفيها اطفال وفيها عيال رايحه مدارس، يعني ما عندهمش مرايل، ما عندهمش يغيروا هدومهم. عوضتوهم عن البيوت اللي اتحرقت؟ اتحدى لو بيت ب 100,000 هتدوم 10,000، ده لو حصل، ده لو حصل. بس عشان ايه؟ حمرة الخجل تقولوا ايوه عوضناهم، ايوه اديناهم فلوس، وهي 1 في 1,000 من الخسائر. دلوقتي نيافة الأنبا مكاريوس بيقول لنا، وهنشوف دلوقتي في الكلام، إن هو تم القبض على الجناه وحصر الخسائر. ما أنا لسه بقول لك يا سيدنا، حصر الخسائر، لو البيت يستحق 200,000 هيدوا له 20,000، 1%، عشان يقولوا إن إحنا إدينا. ده لو حصروا الخسائر، ده لو فعلا ادوا، لان السوابق كتير قوي
البيوت والمحلات اتحرقت ومحدش خد حاجه. فلو هم في وسط 100 قريه هتلاقوهم قريه واحده اللي تحننوا يا عيني وادوهم 1% من الخسائر. مش ده اللي بيحصل؟ الاهم ان انتوا هتجيبوا اهالي القريه اللقباط الوحشين الكفره اللي حسبت لكم دلوقتي المحرضين بيقولوا علينا كده. الوحشين دول هتجيبوهم وتقولوا لهم العيال اللي مقبوض عليهم في البوليس، العيال اللي في السجن دلوقتي وفي الحبس، طب تفتكروا اهاليهم هيسيبوكوا؟ هتعرفوا تعيشوا في امان؟ هتعرفوا تاكلوا وتشربوا وتعدوا قدامهم؟ هتعرفوا تعيدوا؟ هتعرفوا هتعرفوا؟ وتبدا سلسله الترهيب المعنوي للقباط عشان يتنازلوا عن قضاياهم. يبتدي الترهيب من مين؟ من الامن، من العمده ممثل الدوله، مش من الاهالي نفسها المسلمه. لا 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 لا، الاهالي المسلمه ما مش هي اللي بتعمل الدور ده. الاراجوزات دي مش الاهالي المسلمه اللي بيعملوها، اللي بيعملوها بتوع الامن. ويبتدوا يرهبوا الاقباط عشان يخافوا على عيالهم لحسن يتاذوا ويعرفوا يعيشوا في وسط المسلمين في امان. ده معناه ارهاب، وترهبون ارهاب فعلي من الامن للاهالي. عشان ايه؟ عشان يتنازلوا عن القضايا. وبالفعل اللقباط الخيبانين الضعاف اللي بيخافوا يترعبوا فعلا بيتم ارهابهم ويتنازلوا عن المحاضر ويتنازلوا عن القضايا. وطبعا الوعود، ده احنا هنعوضكم، ده احنا هنديكم فلوس البيوت اللي اتحرقت دي، ما تخافوش كله هتاخدوه. وزي ما قلت لكم لو 100,000 او 200,000 هيدوهم 10,000 20,000 بس. ويتضرب المسلسل بدل ما يرى 1400 سنه. عشان ايه؟ اشاعه، اشاعه بناء كنيسة. يا نهار اسود، إشاعة بناء كنيسة. مكسوفين ولا مش مكسوفين لسه؟ يعني انتوا كده مكسوفين ولا لسه؟ ولا انتوا اصلا مفيش دم عشان تتكسفوا؟